هذه نقطة مهمة أنه في حياتنا، أنه إذا قدرنا اليوم طبعاً حتى الأب لا يقول أنه هذا ابني وأنا أقدر أهين ابني نعوذ بالله، أو أنه أجرح مشاعر ابني أمام الآخرين. هذا ابني بكيفي، لا مو بكيفك، ابنك صحيح وأنت لك حق عليه وهو له حق عليك أيضاً، مو بس أنت الأب عندك حق على ابنك، هو الابن عنده حق على أبيه أيضاً. من حق ابني على أبيه أن يحسن تسميته، أنه الأسماء هذه الكثير تشوف اليوم يقول هذا اسمي ما أحبه، ليش؟ لأنه اختيار كان خاطئ. اليوم أجمل وأفضل أسماء خلينا نخلي أسماء أبنائنا وبناتنا، إذا فعلاً أنا أحب أهل البيت، إذا فعلاً أنا أقول موالي لأهل البيت، إذا أنا أحب أهل البيت المفروض أخلي أسماء أبنائي وبناتي أسماء أهل البيت، وهذا هو المهم. الكثير اليوم من الأسماء طبعاً أسماء مكتوبة وموجودة ومخليها، الآن يجي واحد قدام الآخرين يمكن يجرح إنسان، إحنا ما رد نسوي هذا العمل. لذلك أنه مهم جدا أنا أجعل مجال للنقد في داخل البيت وفي داخل الدائرة الخاصة، وأخلي أقول أنه أنا ممكن أنه أخطأ، أنا مو معصوم، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، إحنا كلتنا البشر معرضين إلى الخطأ.